دي هتبقى فاي واحد ودي فاي اتنين. ازاي يعني بنجيبهم احنا من جنريت كلوك بالس اهي فهمت. طيب دلوقتي انا عايز اعمل ميموري. خليك معايا يا بنت. انا عايز اعمل ميموري. ميموري يعني ايه؟ اديها معلومه زيرو او 1 تحافظ عليها. ده المهمه بتاع الميموري. فبقول لك العمليه ديت اذا كنت هتعامل مع
دايناميك رام يلزمني تو نون اوفرلابنج كلوك سايكل. اقدم المعلومه اللي عايز اسجلها على طول من خلال الفاي واحد عليها اتنقلت هنا. من خلال الفاي واحد هذه المعلومه اذا كانت 1 هتتنقل هنا 0، اذا كانت هنا 0 هتتنقل هنا 1. ايا كان اتعكست، ما دامت انا عارف انها اتعكست يبقى انا لازلت محتفظ بالمعلومه. بنقول لك بعد ما انتهت فاي 1 المعكوس اتحط هنا، لكن لما جت لي فاي 2 معكوس المعكوس اتحط هنا. وهي دي الدور. لما تجي لك معلومه استدعي فاي 1 ثم استدعي فاي 2 علشان تلاقي المعلومه اتنسخت هنا. نقول لك علشان دي دايناميك، ما تطمنش للنسخه اللي اتحطت هنا انها هتستمر. طب اعمل ايه؟ بنقول لك لا، جهز دايره اخرى تاخد اللي ما اتخزن هنا وتعيد ضخه للانبوت، تعيد ضخه للانبوت مع وجود فاي 1 وفاي 2، يبقى المعلومه طول عمرها هتفضل موجوده هنا. ليه ايه؟ لا انا مش عايز اتنقل، انا عايز اخزن المعلومه. انا عايز اخزن المعلومه، عايز احط المعلومه في مكان اي واحد يحتاج هذه المعلومه يلاقيها. الهدف ميموري. ميموري يعني ايه؟ يعني احط المعلومه سواء كانت 0 او 1 في هذه الخليه، ومنين ما اسال عليها الاقيها كما هي. نعم؟ انا ما قلتش السرعه. لا انا ما قلتش السرعه. لا. انا ما قلتش السرعه. معلومه جايه عندي اهي وانا ما بستأمن الدايره دي لتخزينها. خلاص؟ بقول لك انه نتيجه طبيعه الدايره دي انها لا تستطيع بطبيعتها المحافظه على المعلومه الا فتره صغيره من الزمن. ليه؟ لان المعلومه ممثله في شحنه محطوطه على مكثف، وهذه الشحنه بتتهاوى بمر الزمن. فانا علشان اقول ان انا حافظت عليها قبل ما المعلومه تختفي بعمل فيدباك علشان خاطر المعلومه يفضل ليها علامات موجوده. واحد بيقول لي اتعطيت لي هنا اتجيب لي هنا 1، اقول له جالي فاي 1 وجالي فاي 2 والنتيجه ان ال1 اتنسخ على المكسر. بقول لك لو انت هتسيبنا وتمشي المعلومه دي هتختفي، لا تعرف هي 0 ولا 1. طب هتعمل ايه؟ بقول لك لازم الدايره دي تجهز فيها دايره مصاحبه انها تقرا المعلومه ديت وتعيد ضخها للانبوت الثاني علشان تحدث القيمة اللي موجودة. ده مش علشان ابطأها. فاي 1 كلوك بالسز السيستم بيعمل لهم جنريشن. فاي 1 وفاي 2 كلوك بالسز السيستم بيعمل لهم جنريشن علشان يضمن احكام عملية التخزين والقراءة. فاي 1 وفاي 2 لو ما كانوش موجودين مش هتنتقل المعلومة من الفي انبوت لغايه الكاباسيتور، مش هتوصل. لان عندك اثنين ترانزستور بوابات واقفين بيتفتحوا بسبب الفاي 1 والفاي 2. انت سؤالك بقى انه طب ما كان بلاهم خالص ونسيب العمليه ماشيه كده. لازم العمليه يبقى ليها سايكل عشان نقول خلاص خزننا وعمليه التخزين انتهت، احنا دلوقتي نعم. فالفاي هي اللي بتحدد هذا. بحط الفاي الاثنين ترانزستور دول الفاي اللي داخل على الجيت بتاعتي. الجيت اهو، لو الفاي 0 الترانزستور ده هيبقى اوف والترانزستور ده هيبقى اوف. ولما يجي واحد يقول لي انا مدخل الانبوت هنا، هقول له دخل الانبوت زي ما انت عايز، الترانزستور ده ما فيش باور وصلها له اصلا. مين اللي هيوصل لي الباور ومين هيخلي الدايره تشتغل ان الفاي واحد تبقى موجود؟ لما فاي واحد تبقى 1
يبقى دي كانها سلكه كده ودي كانها سلكه كده واحنا دلوقتي شغالين كجيت. فهو دلوقتي دول اثنين ترانزستور بيخشوا لما يكون فاي اكتف وبيبقوا كاتوف لما يكون فاي زيرو. فانا عندي الميموري سيل اهي موجوده. النوع ده من الميموري بيقولوا عليه ريشيو ميموري سيل. كلمة ريشيو دلوقتي لما واحد يقول لي انا جالي هنا 1 جالي هنا 1 بقول لك 1 الترانزستور ده بيبقى 1 والترانزستور ده بيبقى 1. ولما واحد يبص للترانزستور ده والترانزستور ده على انهم مقاومات هتبص تلاقي انت عندك ايه؟ مقاومة بتاع الترانزستور نمرة 1 ده ومقاومة أخرى بتاع الترانزستور نمرة 2 وانت حاطط لي في دي دي هنا وبتاخد الاوتبوت اهو. فلما واحد يقول لي انا مدخل لوجيك 1 اقول له لوجيك 1 بيحول لي الترانزستور ده كوندكتنج كانه مقاومه هنسميها ار 2 والفايل لما تيجي ده مقاومه فيبقى هنسميها ار 1 ويبقى البي او بيساوي في دي دي مضروبه في ار 2 على ار 1 زائد ار 2 مجازي جوه اهو ترانزستور واخر الاثنين اون في وقت واحد. فانا باخد كما لو كان بوتنشال ديفايد اهو يعني انا باخد الاوتبوت نسبه من البي دي دي اهو ار 2 على ار 1 زائد ار 2 من البي دي دي نسبه. عشان كده اتسمت ريشيو ميموريز ريشيو دي اكبر عيب فيها. ليه؟ لانه لو انا خدت نسبه هنا وجيت دخلت على ترانزستور تاني فبقى نسبه تانيه وعلى مرحله ثالثه فبقى نسبه ثالثه في اخر المشوار النسبه دي قد لا تقبل. يجي واحد يقول لي انت عايز تقول لي ان في اخر المشوار في اوتبوت ده هيتقال عليه لوجيك 1؟ احتمال لا. فالنوع ده من الميموري بيصلح لما تبقى السبيس اللي هتمشيه مسافه محدوده، يعني 2 انفرتر 3 انفرتر مفيش مشكله، لكن لما يقول لي ده 10 انفرتر يعني ما هي تعمل لي سلسله من ديت اقول لك ما ينفعش معاها. ليه يا عمي؟ لان اللوجيك 1 تعريفه هنا مختلف عن اللوجيك 1 هنا، مختلف عن اللوجيك 1 هنا، مختلف عن اللوجيك 1. الله، مش احنا لازم نوحد شغلنا؟ لما تيجي في الاخر وما نعرفوش على انه لوجيك 1 يبقى انتهى الموضوع. فالنوع ده من الميموري سيل بيؤدي الى تدهور اللوجيك ليفل مع طول السلسله اللي انت هتمشي فيها. وبالتالي هناك بديل لهذا. الورق اللي انا شغال منه عشان بس بالمره كده انا لسه مصوره النهارده من عند الاخ السمري، فلو اي واحد هيروح له هيطلع نسخه من الورق. طيب